سلام طوموبيل ديال الضو سياره كهربائيه فوتور الكتريك شنو كتعني لكم من المنتدى انا باغي نهضر على واحد لا مارك اول شركه اختصاصيه في السيارات الكهربائيه تسلا تأسست في 2003 غير 17 عام هادي راه مازال جديده السياج ديالها كاين في بالو التو في كاليفورنيا المؤسسين ديالها جوج مارتين ايبرهارد ومارك تاربينينغ الفكره ديالهم شنو هي يديروا السيارات صديقه للبيئه دونك ما كتبوليو ما حتى شي حاجه كان خاصهم فلوس باش يديفلوبيو تما دخل معاهم ايلون ماسك ولا هو المدير ديال الشركه نهضروا على ايلون ماسك زيد في 1971 في جنوب افريقيا في 12 عام السيد صايب بروغرام ديال الجو فيديو وباعو ب 500 دولار في 12 عام 17 عام مشى لكندا مشى باش يقرا وما كملش فيها ابري مشى لبنسلفانيا في امريكان باش يكمل القرايه ديالو في الفيزيك والكوميرس ابري تسلف من الوالده ديالو 28000 دولار وبدا دار شركه ديالو هو وخوه كانت سميتها الشركه زيبتو كان بحال واحد لانيير تيتحطوا فيه المعلومات على الشركات سيت في 97 باعها ب 341 مليون دولار ولا مليونير عنده 21 عام كيلا تعطيه كتعطيه هاد الفلوس هادو غيمشي يشري فيلا يشري واحد اليخت ويجلس هو لا هو مشى يكمل ودخل هو واحد صاحبه واحد الشركه اكس كون ديال بيمون اونلاين هي اللي كترجع من بعد باي بال اللي كنخلصوا بها في اي باي وبزاف ديال لي سيت ومن بعد تبعت لشركه اي باي 2003 بدات شركه جديده سميتها سبيس اكس بحال اللي قلتي عندك شركه اللوجيستيك والترونسبور واني كدي داكشي للفضاء رجعوا دابا لتسلا شركه تسلا حاولت السيطرة على السوق ديال السيارات الكهربائيه وهذا الشيء بزاف ديال المراحل اللي داروا مين بداو في الاول في 2009 خرجوا تسلا رودستر ما خرجوش منها بزاف داك الشيء قليل كان توب سبيد ديالها 212 كيلومتر في الساعه كانت ب 0 ل 100 كدير 3.9 سكوند وكانت لوطونومي ديالها 370 كيلومتر كدير 100000 دولار ما شراوش بزاف منها المرحله الثانيه الفلوس اللي جمعوا من هذيك تسلا رودستر 2012 خرجوا الموديل اس الثمن ديالها كان ناقص كانت تبدا ب 55000 دولار شراوها الناس ماشي بزاف مي موين المرحله الثالثه الفلوس اللي جمعوا عاوتاني باش باعوا موديل اس صايبوا به موديل 3 هي بحال قلتي لونطري دو كام وهذه اللي معولين عليها تسلا باش تلونسيهم كدير 35000 دولار باش كتبدا لونطري دو كام ديالها والاوتونومي ديالها تقدر توصل حتى ل 500 كيلومتر شارج واحد تسلا دارت بلاصتها مع العلامات الكبيره في العالم باش بالسرعه اول حاجه دارت طوموبيلات الكتريك وتجريو وزدت واحد الحاجه هو داك لوطو بيلوط باش تشهرت بزاف واخا كانت ثقيله في الوزن الموديل لو بلو بيرفورمون تيدير 2.9 من 0 ل 100 وزيد واحد الحاجه واحده اخرى هما دوك المحطات ديال الفاست شارج كاينين في العالم كامل مو في اوروبا كاينين بزاف في المغرب تنظن بان كاينه واحده وتسلا استعملت بزاف ديال الخبرات المانيه الطوموبيلات كيفاش كيخدموا هما لي باتري كيخدموهم بلا كيكونوا تحت الطوموبيل وما كيشدوش البلاصه كيكونوا رقاق والمحرك حتى هو كيكون غير اللور الموديلات اللي فيهم غير محرك واحد ما كيشدش حتى هو البلاصه وصغير هادشي كيعطي واحد المساحه كبيره لداخل ديال الطوموبيل من الكوفر ديالها ولي سباس لداخل باش ما تكونسوميش بزاف خدموا الايروديناميك ديالها وخدموا حتى على لو بوا ان واحد 90% ديالها مصنوعه بالالومنيوم هو السكسي ديالهم غادي وكيطلع غير في 2019 باعوا 367000 سياره والشركه راه مازال خاسره مازال ما ربحات معظم الدول المتقدمه كتقول بان هنا 2030 ما غتبقى حتى شي طوموبيل ديزل لا اسونس المهم الاسونس غتبقى يعني غتبقى اسونس هبريد والالكتريك
تسلا خلات بزاف ديال العلامات ينوضوا للتنافس في المجال ديال السيارات الكهربائيه. خرجوا بزاف منها بورش تايكان، جاكوار، الايبيس، اودي او 30 هي. الى عجبتكم الحلقه بارطاجيوها، خليو لنا لايك، هذا كيساعدنا بزاف في الريفيرونسمون باش نبانو نطلعوا للناس كاملين، والمحتوى ديالنا يبقى غادي كيتطور. تنشكركم بزاف.